shaqaalihii saarnaa dooni ka shiraacatay marsada weyn ee magaalada Berbera taasoo qaaday xoolo oo ku degtay marinka Babul Mandaq ee dalka Yemen ayaa shaqaalihii saarnaa oo ka koobnaa 12 ruux mid ka midna meed yahay la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Berbera halkaasoo la keenay 4 habeenimada saaka hadaba maamulaha isbitaalka magaalada Berbera Mursal Ahmed Jaamac oo qayb uu rafidiyanka ka mid ah kula hadlayay halkaasii waxa uu ku xog bixiyay shaqaalaha la soo gaarsiiyay halkan iyo xaaladooda بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتوا أهم على الخميسة تاريخ ونوت هاي لبدي بشير لبعض لو كنا سد حيا لبعضن وها عسبتال كسو قاري هل روح ميدة يتبون قف عف ما القبة كوا سو عدد كي دون تلقى لقى الخانتي ويجينا صور عفي تد كاسي وحلا سو قارسي ساك يا ذاك السوق على سوق عرسي أسبتال جودة دقمة بالبراء روح روح على سوق أنا خوذيه دون تودي وارين تيران على سنا كورابيو طبعا بخوف كل سوق عرسي أسبتال هنا طبعا كل ويعرف ما غبان أسبتال مر كلمة عدل جودة عرف ما لو فلي عرف ما هانم بان لو عاوني لكن واحد بعد توقع خون أو بدو على غدا فشاعي كم أيشين سدا كنا طبعا كل ما توقع عرف ما أسبتال وكبر حين واحد بعد توقع نركز كم يتحقنا waxa qarqoon oo bada ay la dadkaasan ku arna calaamado qarqoon iyo xafasho iyo biyaha bada ah hatta ka dhintay kuma arag si caadi ah caafimaad u dhintaa suuragala laakiin wax qarqoon oo bada ay laqday oo ciid soo gaaray 12 qof ma jira anagu waxa soo qaadnay bada waxa soo qaadnay dikada ciidanka dikada heeganka la soo fogaareeyay halka u dhaxaysa ala sheekh iyo almis ayaa laga soo kaxiyay والله شلون ودري دكدة لو سحرت دكدة عيدا كهيك دكدة أي أنا قلنا أوكي لو سوقي أسبتالك أسبتال حس قاعد دكدة وحكي أسبتال حمسة أحمد عيد ورك التلفيش وعطك برج أفريقيا ما قال حبيت كبر برا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني